اتشرف بحضرتك. طارق سيد الطويل، عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق ووسيم محافظة الجيزة. ايه رؤيتك في برلمان 2021 ان شاء الله؟ بأمر الله، بأمر الله يعني بقى ان شاء الله عشمنا في الله كبير، وان شاء الله نقدر نحقق بيه طموح وامال الشعب المصري والدوله المصريه. بأمر الله ان شاء الله في حاجات كتير عندنا، بأمر الله يعني عندنا النيه فيها ان احنا ننجز. بأمر الله رفع الشعب، رفعت الدوله المصريه بقيادتها الحكيمه طبعا تحت رعايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بأمر الله نكون يعني نقول لهم ان انتوا احسنتوا الاختيار. ايه اهم القضايا اللي حضرتك ناوي تتبناها تحت القبه في قبه البرلمان؟ انا بالنسبه لي انا اصلا مجال التعليم وده بيتي ومجالي، وان شاء الله طبعا قضايا التعليم دي من اهم القضايا اللي انا بتبناها، وان شاء الله نقدر نحقق فيها حاجه تفرح الشعب المصري وتكون تحقق بعض طموحه واماله. ايه اللجنه حضرتك ان شاء الله ناوي تنضم ليها؟ ان شاء الله لجنه التعليم. شكرا جدا لحضرتك وبالتوفيق. ميرسي جدا.